السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بالمتابعين الكرام. حاولوا تبارطاجيو هذا اللايف على أوسع نطاق، كثروا من القلوب الله يرضي عليكم. كيف ما كتعرفوا الحساب تاعي راه محاصر تماما. الكلاب ديال الحموشي راهم حاطين الأموال، كتعرفوا الإمارات وكتعرفوا الأمور كيفاش كتمشي. حيت يستحيل الناس، يعني يستحيل. تكلمت مع مختصة هنا في ألمانيا، مختصة في القضايا ديال الفيسبوك، وشرحات لي الأمور كيفاش دايرة. يعني يستحيل استحالة تامة على أن الفيديوهات تاعي كانت بين عشية وضحاها من 200,000 300,000 كترجع 5,000 6,000 ماشي رقم حقيقي، الرقم غير حقيقي، لكن الناس اللي كيشوفوها راه كيشوفوها بالالاف المؤلفه، لكن الرقم اللي كاين غير حقيقي. ماشي مشكل، كتبوا لي اخوان الله يرضي عليكم واش كاين الصوت. كتبوا لي واش كاين الصوت الله يرضي عليكم، باش مباشره النظام البوليسي طبعا بالهالة الإعلامية اللي عنده الأموال المسخرة. طوني زقوت مزيان، وخاي ولد الدرب، الله يحفظك خاي مولاي علي، الله يجازيك بخير. على كل حال، كيف ما كتشوفوا على أن النظام البوليسي هبل، الملك محمد السادس حماق، تسطى، مبقاش عنده العقل، مابقاش عندو العقل. هادشي اللي كنشوفو الآن من اعتقالات عشوائية دليل على أن هناك ترنح ديال النظام البوليسي. النظام البوليسي اليوم مابقاش قادر يتحمل ولو صوت بسيط داخل المغرب اللي كينتقد السلطه، كينتقد الملك ولو باشاره، ينتقد الحموشي ولو باشاره، مباشره كيتم الاعتقال ديالو. البلاد اليوم نقدروا نقولوا على اننا وصلنا لواحد المرحله خطيره جدا، تنبئ بوشوك او بوشك انهيار هذا النظام البوليسي. هاد الشهادة اللي كيقوم به الملك محمد السادس شخصيا، هاد الشهادة الملك محمد السادس هو اللي من موراه اون بيرسون. اليوم كنتصل بالنيابة العامة هنا في ألمانيا، وتيقولوا لي على انه كانت دعوه ثانيه تم الحفظ ديالها. اذا ضربه اخرى للنظام البوليسي، غادي نعلن عليها في الوقت المناسب ملي غنتوصل بالوثائق ونقرا الحيثيات ديال القضيه، شكون بالضبط المؤسسه اللي من وراء هذه القضيه هذه. شنو كيوضح هادشي؟ شنو كيبين؟ تيبين على ان هاد النظام للاسف ما كيهموش الشعب المغربي. ملي كنشوفوا اليوم سليمان الريسوني يقتل داخل السجون المغربيه، سليمان الريسوني الصوت الحر المعتدل يقتل داخل السجون المغربية، راه نفس هذيك عباد الله، نفس راه جورناليست، راه صحفي مهني مستقل، يقتل بطريقة سادسية.
نسبة لمحمد السادس. طريقة الموت ديال انا راه ما كاينش تما، مع العلم لان الملك محمد السادس في كثير من المحطات كان يظهر على انه هو من وراء الاعتقالات السياسية هذه. يستحيل ويستحيل ويستحيل، لان الملك محمد السادس ما فراسو والو. الملك محمد السادس يتحمل المسؤولية كاملة على هذا الإجرام اليوم الذي يقع. الإخوان بارطاجيو، الله يرضي عليكم باش نخرجوا من هذا الحصار. بارطاجي اللي قادر اللي ما قادرش ماشي مشكل. هذه الاعتقالات التعسفية جرائم بعضها فوق بعض يتحملها الملك شخصيا. الآلة القمعية ديال الأجهزة الأمنية ما هي إلا فقط منفذة، تنفذ فقط. كيفاش أن عمر الراضي يفبرك له الملف، سليمان الريسوني يفبرك له الملف، سي توفيق بوعشرين اللي دمروا ليه الحياة ديالو، دمروا ليه الأخبار اليوم، دمروا ليه المستقبل ديالو بين عشية وضحى بكل برودة. اليوم غيشدو السي خونا الناشط، الناشط الحبيب العزيز على القلوب، نور الدين العواج. نور الدين العواج والله العظيم الإخوان، راه اللي ما عرفش القيمة ديال هذا الشخص، هذا الشخص والله العظيم راه 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 الرأس ديالو يقبل، الرأس ديالو يقبل. ما كاينش شي محطة إلا وتجد هذا الشخص هذا واقف مسكين بإمكانات بسيطة جدا، ما كتعداش 10 دراهم، ما كتعداش 10 دراهم. هذا الإصرار ديال هذا الشخص، هذا الإصرار ديال هذا المناضل اللي الأخ ديالو قتل في إضراب عن الطعام في الأيام ديال سنوات الرصاص عند الحسن الثاني. اليوم محمد السادس يعيد الكرة مرة أخرى، وحنا راه ما غنسكتوش، حنا غنبقاو نتكلموا دائما. عادل البداحي باصيرو اليوم، باصيرو الزوجة تاعته راكم شفتوا الأخ باصيرو كيفاش السيد يموت مهدد بقطع الرجل ديالو، ومشي غير قطع الرجل ديالو، يقدر يموت. ورحمة الله على الشيخ حمادي خالدي اللي تقتل بنفس الطريقة، اللي الرجل ديالو خماجت حتى خلوه بالإهمال الطبي، بسبب الإهمال الطبي قتل. اليوم نحن تحت نظام سلطوي، نظام بوليسي، ما قادر حتى شي واحد يتكلم الان، ما قادر حتى شي واحد يتكلم. وكتشوفوا على انه الدليل، شنو هو الدليل على الظلم اللي كاين في البلاد؟ شنو هو الدليل؟ هو ان النظام البوليسي ما استطاعش يوصل للمناضلين خارج السلطه تاعته، ما استطاعش. الخطوة اللي خطاها تياكل عليها تصرفيقة، الخطوة اللي خطاها تيرجع خالي الوفاد. اليوم ألمانيا تجمد مساعدة مالية بأكثر من 1.4 مليار ديال الأورو. الصحافة البوليسية خارجة محمد حاجيب، مات محمد حاجيب هو السبب، وهو السبب في النشوب ديال هاد الأزمة. والشباب، أنا ماشي سبب أنايا، أنا اش كتدخلوني أنا في المشاكل ديالكم أنايا؟ حلوا حريرتكم أنتوما مع ألمانيا، حلوا حريرتكم مع الدول الأخرى. الأخطاء ديالكم هذه الأخطاء ديالك الملك محمد السادس، هذه الأخطاء الدبلوماسية ديالك، هذا الغباء ديالك، هذا النتاج ديال الغباء ديالك الملك محمد السادس. دخلني انا
علاش كتدخلوني انا في الامور ديالكم انا؟ علاش كتدخلوني في اموركم انايا؟ خرجوني انا من الامور ديالكم وساليو حلوا المشاكل ديالكم مع الدول اللي نتوما باغيين تفرضوا عليها. الملك محمد السادس راه قلتها لك المره اللي قبل، قلت لك راه كتلعب كبير، كتلعب صغير، انت صغير، انت صغيور وكتلعب كبير. وانت حقار، كتحقر، كتحقر على الناس، على الشباب، ابناء الشعب. اش داير لك هاد الشعب؟ اش داير لك؟ اش داير لك؟ اش داير لك العواج؟ اش داير لك؟ اش داير لك العواج؟ فقير مسكين، فقير فقير فقير، الله اللي كيعلم بالحال ديالو. رجل فقير، ناشط سياسي فقير، تنوض تعدى عليه. سير الله ياخذ فك الحق الملك محمد السادس، سير الله ياخذ فك الحق. سير يا الملك محمد السادس لك التمريض ماشي مرض، سير الله يزيدك. اسأل الله تعالى أن يزيدك مرض في مرض. اسأل الله سبحانه وتعالى، اش غنقول لك؟ الله يشتت الشمل ديالك أكثر من اللي ما هو مشتت. اسأل الله تعالى الله يورينا فيك شي يوم، شي يوم أسود. اسأل الله تعالى يفرجنا فيك. شنو نقدر نقول لك الملك محمد السادس؟ يا العميل، يا الجبان، الحقار، تحقار انت، تحقار، تحقار الملك محمد السادس، حقار انت يا تحقار. حقرتي على الشباب ديال الامه، انت ما قدرتي دير حتى حاجه، حتى حاجه ما قدرتي ديرها في البلاد هذه. فاشل، اي كتراكم في الثروه ديالك، انت فاشل، فاشل، افشل من الفشل، افشل من الفشل يا الملك محمد السادس انت يا تخائن، انت تخائن بكل ما تحمل كلمه من معنى. كل شيء عاق بيك، كل شيء عاق بيك الملك محمد السادس. بغيتي بنادم يبقى ينبطح ليك، يا عدو الله، يا المجرم، مجرم انت، مجرم انت، مجرم انت، انت مجرم، مجرم بكل المقاييس. انت كتساهم، انت كتحمي الجلادين، وهذا اجرام. انت تنهب اموال ديال الشعب، وهذا اجرام. انت تهرب المال العام، وهذا اجرام. انت مجرم، انت مجرم، انت، انت مجرم، انت مجرم. انت كتحمل المسؤوليه امام الله ثم امام الشعب المقهور. انت، انت الله ياخذ فيك الحق. وكيف ما بكيتي، كيف ما بكيتي الامهات ديال المعتقلين، ومازال مخليهم في السجون، مازال مخليهم في السجون يا مجرم. مازال الى يومنا هذا الناس كتعذب، الى يومنا هذا الامهات تبكي. الله يبكيك، سير الله يبكيك يا المجرم، الله يبكيك. اسال الله تعالى، اسال الله تعالى ان يعجل بخرابك. اسال الله تعالى ان 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 أن ينتقم منك، أن ينتقم منك أمام هذا الشعب هذا اللي أنت، اللي أنت، اللي أنت ما قدمتي لا شيء. شوف سيدك أردوغان جا، جا البارح، غا البارح، شوف سيدك أردوغان جا البارح، شوف 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 العالم يقوم له ويقعد، وأنت جبان صغير، والله إلا جبان أنت، والله جبان صغير أنت. انت لا تستحق الاحترام، انت، انت لا تستحق الاحترام، انت، انت تستحق فقط الجلد بطريقه قانونيه طبعا، هذا الجلد، الجلد بالكلام والتصرفيق بالكلام، لانك ماشي راجل، انت، انت ماشي راجل بالمعنى ديال المغاربه، الهضره ملي تيقول لك المغربي انت ماشي راجل، انت ماشي راجل، انت ماشي راجل، انت، انت ماشي راجل، انت ما كتستحقش الاحترام، انت، انت شماته، انت شماته، انت شماته. انت خص يضربوك الناس بالنعال، انت، انت خص الناس يضربوك بالنعال، بالصبابط، بالصنادل، انت لا تستحق، انت، انت لا تستحق. ارحل، 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 انت خصك ترحل، انت خصك ترحل، خصك تحاكم، انت يا خصك تحاكم،
تدخل الحبس نتايا اول من ما خاصو يدخل الحبس هو انت. انت إهانة المؤسسات. من المؤسسات عندك؟ شنو من المؤسسات عندك؟ عندك غير البوليس اصاحبي، عندك غير البوليس يا المجرم نتايا، عندك غير البوليس فقط، عندك غير البوليس هو اللي كيتحكم في الصغيرة والكبيرة. انت البوليس، البوليس السياسي عندك في البلاد انت. انت 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 حموشي وداك هذاك هذاك غالبياض صغار، هذوك بياض صغار صغيورين هذوك منفذين ينفذوا. لكن انت 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 اللي فيك، اللي فيك داك 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 الحقد ديال هذوك اللي ديال هذوك اللي هضر عليهم السكيرز، راك عارف راك تعرفهم، داك الحقد ديال هذوك عندك انت. ماشي انت، ماشي راجل انت، انت ماشي راجل، خصك تعرف هاد القضيه هادي، خصك تعرف هاد القضيه هادي، وخصك تعرف على انه كاين في البلاد في المغرب كاينين رجال في البلاد، رجال في البلاد اللي ما غيقبلوش، اللي ما يقبلوش هاد هاد العبوديه اللي كتمارس عليهم. ورغم العبوديه كانت ناس كنعرفهم فقراء 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 مساكن، فقراء فقرتيهم مساكن، ولا بغاو يهبطوا لك راسهم. هؤلاء هذوك حسن منا حنايا، هذوك حسن منا، هذوك رجال، هذوك اللي عندنا في البلاد الان اللي مازال مساكن يالله. ونساء، كاين نساء في البلاد، انا والله شابو 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 للنساء، للنساء في البلاد اللي مازالين كيتكلموا على المعتقلين، وكيتكلموا وكيتكلموا على 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 الظلم داخل البلاد. شابو ليكم كاملين، تحيه تحيه والله، تحيه والله، تحيه تستحقون والله العظيم كتستحقوا. شنقول لكم؟ الله اللي غادي يجازيكم بخير. مازالين مساكتينش، ومازال المخزن يتعجب فيكم، يتعجب فيكم كيفاش مازالين الشعب المغربي مازال من داخل المغرب مازال يدون ومازال ينشر، مازال ما خايف الشعب. وهذا ما يخيف النظام البوليسي، هذا ما يخيف النظام البوليسي، النظام البوليسي ان الشعب المغربي ما غيسكتش، الشعب المغربي غيفيق، ضروري ما غيفيق الشعب المغربي يوما ما، ضروري ضروري ضروري. كتخليو الناس، كتخليو الناس حشومه عليكم تشدو نور الدين العواش، حشومه عليكم حشومه، لانه مسكين مغربي ياك، ياك الملك محمد السادس ياك، لانه مغربي مسكين، لانه مسكين عنده جنسيه مغربيه، لا حول له ولا قوه الا الله. كون كانت عنده شي جنسيه، شي جنسيه اخرى اللي شي سفاره اللي واقفه معاه وداك الشيء، غيكون تعامل واحد اخر. لانك جبان، حقار انت، حقار انت، حقار انت، حقار انت، حقار انت، خائن انت، انت خائن خائن. كتلعب باغي صغير وكتلعب كبير، تنقولها لك ونعاودها لك، عرف القدر ديالك الملك محمد السادس، القدر ديالك صغير. ارى ما تبحلس للكيان الصهيوني، تبحلس تسمح، ارى ما تبحلس، ما يمكنش تفرض على الدول ذات السياده، تفرض عليها، تفرض عليها البلطاجه ديالتك. انت بلطاجي انت، هاد البلطاجه ديالتك ما خداماش. نور الدين العواج من خيره الشبه، والله العظيم هذاك الشخص من خيره، نحسبه والله حاسبه من خيرة الشعب. ما يدخلش في المشاكل، ما عنده حزب، ما عنده جهة يواليها، ما عنده حتى شي حاجة، ما مسكين دائما فين ما كاين، فين ما كاين المظلوم تلقاه تما، فين ما كاين المظلوم تلقاه تم. والله القلب يتفطر، القلب يتفطر على أبناء الشعب هذا، وعلى العصابة اللي ما لقينا منين ندوزو ليها بالطرق السلمية طبعا، العصابة الإجرامية. ولكن غيجي اليوم ديالكم، سيأتي يومكم. الملك محمد السادس نهار ناض الشعب المغربي خرجتي كتبقبق تمايا في 9 مارس، يا الجبان يا الجبان، أنت جبان، أنت أنت جبان، أنت جبان، أنت جبان. تحمل المسؤولية ديالك الملك محمد السادس، عندك يخرج الشعب المغربي وتخرج ليهم عاوتاني دير ليهم السيناريو جديد، تخرج دير لي معاوتاني داك الشيء ديال الشعبيه العزيز، حقا دستور ما دستور، اصلاحات ما اصلاحات. انت هو المشكله، انت هو المشكل،
عندك تبقى تقول لي كدا ولا ما تكدا وحيد هذا ما تحيد هذا، انت المشكل اول واحد هو انت، انت المشكل اولا واخيرا، وانت من يتحمل المسؤوليه ديال الاعتقالات السياسيه كامله. ولا مات سي سليمان الريسوني انت اللي كتحمل المسؤوليه، والله غير سنقيم الدنيا ولن نقعدها. اي باش تعرف لا هو ولا السي عمر راضي ولا السي توفيق بوعشرين ولا جميع المعتقلين، بصيره يموت اليوم، يموت. تبقاو باش تهضروا على المؤسسات، ما بقاش شي واحد يبقى يقول لي شي هضره سميتها مؤسسات الاخوان. ما باقي الشعب المغربي ما تبقاوش تيقوا الملك محمد السادس كذاب، انت الملك محمد السادس كذاب، كذوب كذوب، انت كذوب، يعني تكذب وتعيد الكرة في الكذب، انت كذوب، انت رجل استغفر الله ماشي راجل، كذوب، انت انت حاكم بالسيف علينا، كذوب، تتكذب على الشعب صباح مساء، تنهب الشعب صباح مساء، هادشي بزاف، هادشي راك 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 طغيان، راك فتي، راك فتي 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 فوتي 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 بزاف اخوان. راه الحساب ديالي راه جد محاصر الاخوان، محاصر جدا، راه ما راه شوفوا راه شبه مبروكي. راه كيف ما قلت لكم اليوم تكلمت مع متخصصه في الفيسبوك وراه قالت لي غادي نعلن على هادشي ان شاء الله من بعد، كنتسنى غير بعض الامور انا باش نعرفوا هاد الشيء هذا، لان بين عشيه وضحاها الفيديوهات كيتشافوا 200000 300000 7000 8000، يستحيل يستحيل الارقام اللي كاينه غير صحيحه البته. والنظام البوليسي نعرفوك راجل خلي الحسابات ديال الشرفاء، نسال الله تعالى ان نكون منهم، والا ما كناش من الشرفاء نسال الله تعالى ان يجعل من ان يجعلنا من الشرفاء. الإخوان تحية عالية للناس اللي في المغرب، والله العظيم تحية، والله تحية لجميع، تحية 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 لجميع النساء والشباب اللي كاين في المغرب، رجالا ونساء اللي مازال اليوم أنا راه كنشوف مازال الناس كتدون، مازال الناس كترفع كتنشر الصور ديال المعتقلين، والله تحية لكم. والله العظيم الاعمال ما تسهلوهاش، الاعمال هذه راه اعمال غاليه، اعمال غاليه غاليه جدا، النصره ديال المظلوم راه والله ربي باذن الله سبحانه وتعالى، النصره ديال المظلوم ولو بتدوينه ولو بلايك ولو ببارطاج راه ما تسهلوهاش، راه شي حاجه كبيره عند الله. والوقع ديالها على النظام البوليسي كاين الوقع، والدليل هو الحرب ديالهم على الحسابات، على الناس اللي في الفيسبوك ومن غير الفيسبوك، والتجنيد ديال الذباب ديال الناموس الحموشي، تجنيد الاموال الطائله كتخلص على هذا الشيء هذا من اجل قمع ومن اجل الحصار ديال الكلمه ديال المناضلين. حنا في الخارج واخا حنا كنا في الحبس كنا كنهضروا، لكن حنا انا بعدا كنشوف هذه النظره هذه، الناس اللي في الداخل احسن مني انا بمئات المرات، الناس اللي في الداخل ولو كل واحد على الحساب ديالو، حسب القدر ديالو، حسب كل واحد بالطاقة ديالتو، شتي اللي كينوض وتيكتب غير على رئيس جماعة مناضل، اللي تينوض تيكتب غير على شي، كل واحد والجهد ديالو، كل واحد والسقف ديالو، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، الناس اللي داخل المغرب، انتوما تيجان ديالنا، نساء ورجالا. استمروا، حنا غنحاولوا ندعموا بما نستطيع رغم قلة الإمكانيات، والله العظيم رغم حنا هنا في أوروبا راه أنا بنت نتكلم على نفسي، أنا قلة الإمكانيات، وكون كانت عندنا الإمكانيات راه لا تسأل، قلة الإمكانيات. تحية لكم، شكرا لكم على المتابعة، يحيى الشعب المغربي، يحيى الشعب المغربي، يحيى الشعب المغربي، يسقط الخونة، يسقط الخونة، يسقط الخونة، العملاء الجبناء، بارطاجيو هاد اللايف على أوسع نطاق الإخوان، يسقط الملك محمد السادس، يسقط، يسقط الملك محمد السادس المجرم الجلاد، يسقط، يسقط، يسقط،
الله تعالى ينتقم منك الملك محمد السادس على هذا الشيء اللي كدير. الله تعالى ينتقم منك، الله ينتقم منك، والله يورينا فيك شي يوم اسود. الله يا ربي فرجنا فيك يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي على هذا الشيء اللي كدير للشعب، الشيء اللي كدير للشعب بزاف. طغيتي 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 يا المجرم، طغيتي طغيتي يا المجرم يا الصغير، انت صغير باغي تلعب كبير. بزاف عليك هذا الشيء، بزاف عليك. الدول اللي كبر منك، الدول اللي كبر منك احترمها، ولا راه غتخلي ضربوك. تحياتي لكم الاخوان، السلام عليكم ورحمة الله، دوزوا بخير.